السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب في شرح جديد من قناة تايجر ويب. كان في ناس من صحاب المواقع وبالذات المدونات الخاصة بالبلوجر بتشتكي كتير من عدم الأرشفة حتى بعد طلب الأرشفة، خصوصا كمان إن الفترة اللي احنا فيها ديت جوجل وقف الطلب، يعني لازم الأرشفة تتم لوحديها. في ناس بتقول إن المقالات بتتعمل معاهم وفي مقالات مش بتتأرشف لمدة شهر وشهرين. طبعا يا جماعة المشكلة دي حلها واضح، هو عدم وجود زيارات. طيب واحد مش عنده قناة على يوتيوب أو عنده قناة وزيارات قليلة ومع ذلك مفيش المقالات مش بتتأرشف، طيب لازم هنا يكون في تدخل. طبعا مش هينفع إن احنا نجيب مواقع اللي هي بتبعت زوار وهمي، لأن الزوار الوهمي دي يدوب زائر وهمي، يعني في ثانية بيقفل الموقع. أولا ده بيضر معدل الارتداد بتاع الموقع، يعني بيأثر على ترتيب الموقع في البحث، وبيأثر في حاجات كتير قوي، خصوصا انه مخالف لجوجل ادسنس. طب تمام، هو مخالف عامة لأي شركة إعلانية. طيب احنا عايزين ان احنا نظبط الدنيا دي. انا الحقيقة النهاردة هشرح لكم موقع كويس جدا للموضوع ده، وانا كنت شرحت موقع قبل كده لكن تنوع المواقع دي برضو شيء كويس. اللي عايز الموقع يظهر في العلامة اللي عندك فوق، الموقع السابق اللي شرحته قبل كده لتقوية الباك لينك الخاص بالموقع، الشرح اهوت، واسيبه لك برضو سيبته لك في المكان اللي فوق، واللي عايز يرجع له يرجع له. قبل ما نخش في شرح الموقع الجديد اللي انا شايفه بالامانه موقع ممتاز جدا، وصاحب الموقع بيقعد جوه الموقع فتره اللي انت بتحددها. طبعا الموقع مش مجاني، لكن هو انت ممكن تشتغل مجاني بشغلك على الموقع. قبل ما نروح في شرح الموقع، يا ريت اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويا ريت تشوف الفيديو لغاية الآخر بالتفصيل عشان تعرف الدنيا بتاعة الموقع ده. هنروح كده على شرح الموقع. هو ده الموقع اللي أنا شرحته قبل كده للربح، لكن الحقيقة النهاردة هشرحه لأصحاب المواقع ازاي تقدر انت تعلي الباك لينك بتاعك، ازاي تقدر ان انت يعني الموضوع يترشف معاك. انا برضو كان عندي المشكلة دي في موقعي، موقعي برضو لسه جديد ما كملش شهرين ولا 3 شهور. الحقيقة ان انا بقيت انزل المقال يتأرشف لوحده خلاص، يعني انا خدت ظبطت الدنيا، اشتغلت على المواقع اللي زي دي وخلاص، حتى مش محتاج ان انا المقالات الجديدة، يعني المقالتين دول لسه 20 اكتوبر، يعني لسه النهاردة، مش محتاجين ان هم اديهم طلب ولا اي حاجة، لا هم بيترشفوا لوحدهم، مش محتاج ان انا اشتغل عليهم بتاع ده المواقع دي لان انا شغلتها خلاص قبل كده، يعني انت برضو براحتك. اولا الموقع ده شغال بالعملات المعدنيه، الميت عمله معدنيه بيعملوا معاك 1 روبل وكسور. طيب انت دلوقتي مثلا هتكسب ازاي من الموضوع ده؟ عندك حاجتين، عندك حزمه الترقيه، انا شرحت الموقع ده قبل كده لكن انا هشرحه بشكل مختصر. الموضوع ده هنا ده زي ما تقول كده بيديك مثلا تعدين مجاني، ودي خطط بتشتريها مش موضوعنا. هنيجي مثلا عند مشاده الاعلانات اللي هي نفس اللي هيحصل للموقع بتاعك. زي ما انتم شايفين هنا هتشاهد 40 ثانية بخمس قطعات. طبعا عايزين نشوفها اعلان صغير بحيث ان انا ما اطولش عليكم الفيديو ده. 10 ثواني ب1.5 قطعة بيفتح لك الموقع كده، بتستنى الفترة دي. ده اللي هيحصل برضو الموقع، يعني دي مواقع، والمواقع دي واخدة ترند في المواقع الأجنبية والمواقع الروسية. يعني لو كان غلط المواقع دي مش هتعلن هنا لان دي مواقع كبيرة، وورد بريس كمان مش بلوجر. بتحل هنا الحل اللي هو بيديهولك، وبعد كده المكافأة بتنزل لك على طول. طيب انت اولا عايز ان انت تعلن هنا، انت لو تلاحظ عندك رصيد اعلانات ورصيد رصيد سحب. طيب ازاي تحول الكلام ده؟ التبادل هنا، انت مثلا عندك 122 فبتدوس 122، وللمعلومة ان الحد الادنى للتحويل 100 روبل، يعني التحويل 100 قطعة عفوا، ف بتدوس تبادل وهنا بيتم التبادل. تمام. طيب احنا عايزين نعمل اعلان، نروح على لوحة المعلن، ده اعلان انا كنت عامله قبل كده، نعمل له حذف خلاص ما بقاش محتاجه. هنا في المكافأة اليومية للمواقع، يعني مثلا ايه هقول لك فين المكافأة اليومية. نوعين اعلانات، هنا دي مثلا اعلانات انت بتضيفها هنا زي دول مثلا كده، فبنعمل كده وبيقول لك المكافأة هنا.
دي طبعا مش تنفعنا احنا كده، ده هيبقى زي معدل الارتداد برضو، مع ان دي مش زوار وهميين. تمام، هنيجي عند لوحة المعلن، هنختار هدف الموقع لمعرض الاعلانات، لعرض الاعلانات. هنا بيقول لك الاعلان مثلا، نجيب هنا مثلا انا عايز اعمل للموقع لسه نشره جديد ده، نجيب هنا مثلا اجيب العنوان بتاعه، العنوان الفرعي ممكن يكون اي عنوان، قد مثلا اي عنوان يعني مش شرط، كده كده انت محتاج مشاهدة مش محتاج تعلن على موقعك. وبتحط الرابط هنا، هنا بيقول لك رابط صورة، ممكن تجيب مثلا تضغط على الصورة كده، الصورة المفروض شغالة، نيجي مثلا عند أي صورة شغالة الرابط بتاعها. المفروض تكون الصورة تفتح، أنا مش عارف ايه الدنيا، بس ممكن ناخد رابط الموقع برضو حسب ما يقبل بقى، مش عارف، وانا كنت مسجل رابط صورة قبل كده، المهم اللي انا حطيته برضو. هنا بيقول لك تعطيل النافذة النشطة، بتسيبها زي ما هي موجودة. هنا بيقول لك قيمة الإعلان، هنا بقى حدد انت مثلا عايز الإعلان يقعد 5 ثواني بقطعة بقطعتين، طبعا هنختار أعلى حاجة، ده بيكون أفضل لكل حاجة ممكن تعملها. وهنا بيقول نضيف الإعلان، هنا بنضيف الإعلان. طيب هنا أنا هشتغل، لأ هنا الإعلان مش بيشتغل، هنا الإعلان بيتضاف من غير عدد معين. ايه العدد اللي انت بتحدده؟ انك انت بتيجي هنا عند الرقم ده مثلا 149، فبتيجي هنا عند إضافة رصيد وبتدوس 139، عفوا 139، وبتضغط كده، وهنا الإعلان كله اتضاف هنا، وبيبتدي الناس تخش على موقعك، وبيبتدي الزوار يعدوا على موقعك. ودي طريقة جربوها، لو بعد كده يعني عملتوها على مقال، على 2 على 3، كل مقال مثلا جاله 100 مشاهدة ولا 200 مشاهدة، بعد كده مش هتحتاج انك تشغل الموضوع ده على موقعك، وهتشوفه تحسن واضح، تحسن واضح في الموقع بتاعك اذا كان بلوجر او ووردبريس. لكن المشكلة دي عامة بتواجه صحاب المدونات على بلوجر، فبالتالي انتوا هتلاقوا الموضوع ده فعلا معاكوا، لان انا عن تجربة شخصية، عن تجربة شخصية ونجحت معايا. ان هنا انت دلوقتي بتجيب، انا مثلا عندي برضو من اليوتيوب بيجيلي احصائيات من اليوتيوب، اي نعم مش احصائيات كبيرة بس بيجيلي من اليوتيوب، وبيجيلي برضو من جوجل، وبيجيلي من المواقع المختلفة اللي زي دي. تمام يا شباب، برضو الموقع بتاعي ابتدى يتحسن، وابتدى كده الاعلان يشتغل تقريبا، عفوا نعمل فيش كده، الاعلان ابتدى يشتغل ومن اول مشاهدة. المهم كده الموقع، الشرح خلص، واسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو، واتمنى لكل عجبه الحلقة ياريت اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وياريت لايك للحلقة ان ده بيدعمنا. واي حد عنده استفسار في موضوع بلوجر يا ريت يسيب كومنت، وان باذن الله هرد على كل الكومنتات باسرع وقت. واشوفكم على فيديو جديد في قناة تايجر ويب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.